طب واللي ما عندوش حد قريبه ينفع يصلح بالمواصفات الطبية مثلا؟ أنا بعرف إنه لازم يبقى السن مناسب، ما ينفعش حد يبقى كبير قوي ولا صغير قوي، برضه لازم تبقى في فصيلة الدم، لازم يبقى صحيح ومعافى من كل شيء. لو المريض ده ما عندوش حد قريبه ضمن الدرجات المتاحة دي، ينفع إنه يتبرع له؟ في الحالة دي يعمل إيه؟ في الحالة دي القانون سمح لنا كمراكز زراعة أعضاء إن إحنا نسمح لهذا المريض إنه يجيب متبرع غريب، مش قريب خالص، بس بشرط طبعا إن ما يكونش في أي شبهة تجارة أعضاء، يعني مش واخد مسموح فلوس بالضبط، مش مسموح أبدا إن يكون في مقابل تجاه هذا التبرع. طب دي بتثبت إزاي؟ دي بتثبت من خلال أوراق رسمية في وزارة الصحة، ولدرجة إنه ممكن يروح قسم الشرطة عشان يعمل محضر إنه ما خدش اي فلوس، مفيش اي مقابل مادي، اي شبهه ماديه في الموضوع ده. بهذا المتبرع بيقف قدام لجنه، بيروح للجنه بتتاكد تماما من سلامه قراره، وان هو محدش ماثر عليه، وان هو مفيش حد ضغط عليه مثلا، اللي هو حد قريب ولا حاجه، وتاكد ان هو عارف كويس هو داخل على ايه وبيعمل عارف ايه، عارف العمليه دي يعني ايه، وعارف مضاعفاتها ايه، وعارف مستقبلها ايه، عشان يبقى مدرك تماما قبل ما يخش على هذه العمليه بمضاعفاتها ايه قبليها. نسب النجاح بتبقى قد ايه مثلا في حالات زراعه الكبد على سبيل المثال؟ من 70 ل 75%، دي نسبه او توصل ل 80% في بعض الاماكن، دي نسبه العالميه على مستوى العالم، ويمكن عندنا في مصر نفس الارقام حوالي 80%، ودي نسب كويسه جدا جدا. يعني نسب عندنا نجاح زراعه الكبد في مصر تعادل النسب العالميه من زمان، من احنا عندنا زراعه الكبد من سنه 2001، يعني بقى لنا دلوقتي داخلين على 22 سنه. والحقيقه نسب النجاح عندنا، احنا عندنا زرعنا في مصر حوالي في ال 20 سنه دول حوالي قرابه 6000 مريض. 6000 مريض في فتره قد ايه تقريبا؟ 20 سنه. في 20 سنه من اغسطس 2001 لحد النهارده. ده عدد مش كبير. لسه اقول لحضرتك صغير، يمكن صغير نسبيا، يعني صغير كتير. مش نسبيا، صغير كتير جدا. احنا عندنا لو هنقول في ال 20 سنه دول كام مريض كبد كان محتاج زراعه كبد، اكتر بكتير، هيطلع اضعاف ده، وده ليه كذا سبب. طب ليه بقى في ليه العدد قليل واحنا كنا محتاجين كتير؟ اولا احنا ما كانش عندنا مراكز زراعه كبد كتيره، بدات تزيد في السنوات الاخيره. ثقافه ان احنا عندنا زراعه كبد اصلا في مصر مش معروفه لدى كل الناس. يمكن في بعض المرضى او كتير من المرضى ما يعرفوش ان في حاجه اسمها زراعه كبد، وزراعه كبد ناجحه في مصر. مش بعض المرضى بس، بعض الاطباء يمكن في محافظاتنا وفي اقاليمنا ممكن ما يعرفوش ان في زراعه كبد في مصر. ده ناتج على ان الوعي الثقافي مش كافي، وبرضو ما عندناش تسليط على القصة دي في الإعلام، وده اللي دور حضرتك بتقوم بيه دلوقتي، إن إحنا بنوعي الناس إن في حاجة اسمها زراعة أعضاء، والزراعة دي بتنجح، والزراعة دي بتخلق حياة جديدة للناس، وبتخلق فرصة جديدة في الحياة بالظبط لمريض الكبد أو الكلى بالذات يعني. وده اللي العمليات بتعمل فيه، هو بيبقى منتظر في أي لحظة من انتهاء الحياة كابوس ليه ولأسرته، ومصدر وجع في البيت غير 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 طبيعي يعني. المريض لما يعرف إنه بيرجع طبيعي تماما، بيرجع بحياة جديدة تماما، فكره بيتغير خالص، بيبقى متحمس للعملية، متحمس للعملية، وأهله متحمسين للعملية، وأسرته متحمسة للعملية، إنها تدور له على متبرع وتدور على حاجة تحل مشكلته، وهتنهيها تماما، هيعيش طبيعي بعد كده، هيبقى انسان طبيعي بعد ما كان بيعاني من اعراض المرض ده. بيعاني من الاكل، بيعاني من المضاعفات، ما يعرفش يروح شغله، كل ده هيختفي تماما ويرجع انسان طبيعي تماما بعد العمليه. طب التكلفه بقى، حضرتك قلت لي نسب النجاح من 70% يعني ازيد بشويه، طب تكلفتها قد ايه؟ طبعا تختلف احنا بنزرع انهي عضو، كبد ولا كلى ولا غيره، بس الحقيقه قصه التكلفه ما بقتش مشكله دلوقتي. احنا بقى عندنا حاجه اسمها قوائم انتظار بتاعه وزاره الصحه ومبادره السيد الرئيس، اللي هي بنعمل عمليات حتى زراعه الاعضاء دي على حساب الدوله تماما. اللي هي الحالات الحرجه، الحالات الحرجه، واللي هي مبادره التغلب على قوائم الانتظار دي بالمجان. بالمجان دخل منها، دخل فيها زراعه الاعضاء، ووزاره الصحه ومبادره السيد الرئيس هي اللي بتتكفل بالعمليه كامله. وتعمل بتهيألي رقم كبير، او يعني كل شويه بينزل تحديث للارقام بتاعت العمليات اللي اتعملت، وبسرعه القضاء على قوائم الانتظار ارقام كبيره الحقيقه كل شويه بنسمع عنها. طيب مين اللي بيصلح ان هو او تنطبق عليه الشروط ان هو يخش في قوائم العلاج على نفقه الدوله في حته زراعه الاعضاء؟ لان دي عملية كبيرة مش سهلة. لا، أي مواطن محتاج زراعة كبد بالتحاليل والفحوصات ممكن يخش تبع قائمة النظام، يخش في البرنامج ده بالظبط. أي مواطن، مفيش أي تفرقة في القصة دي. حتى قانون زراعة الأعضاء اللي طلع
ف2010 منذ 2010 قال ما فيش اي تفرقه في معامله المواطن على جهه الصرف المادي بتاعته، هو بيصرف لنفسه ولا تامين صحي ولا نفقه الدوله. المواصفات اللي احنا هنطبقها عليك كمريض او الشروط اللي احنا هنحطها عليك كمريض ما تفرقش معانا التكلفه، انت دافع قد ايه او دافع كام او انت تامين صحي او غيره. ودي ده قانون حاططها قاعده لا جدال فيها. ان واتفر التكلفه بتاعه العمليه دي قد ايه او واتفر مين اللي بيصرف على هذه العمليه، المعامله عندنا الناحيه الطبيه فقط. طيب احنا بنزرع كده في مصر، او العمليات اللي بتتعمل بقى لها 20 سنه في مصر زي ما حضرتك بتقول، انهي اعضاء او ايه اللي احنا ما بنعملوش برضو كزراعه؟ اللي بتعمل حاليا في مصر الكبد، الكلى، زرع النخاع، والقرنيه كانت لحد وقت قريب جدا. اللي يمكن لسه ما اتعملش في مصر زرع الرئه، وده في موافقه مبدئيه عليه، وخلال يمكن فتره صغيره هيتم فعلا في احد مراكز زراعه الاعضاء هنا في مصر. وتمهيدا برضو اللي احنا بقى نتوسع اكتر مع المركز الاقليمي لزراعه الاعضاء اللي هو الرئيس وزير الصحه بدأوا يدشنوا، كان توجيهات رئاسية واضحة من كام شهر بالبدء فيه مباشرة. بالضبط، وده يعني مركز قوي جدا بإمكانيات ضخمة جدا، هيبقى بقى مؤسس على أحدث الأسس العالمية، 500 سرير و50 سرير رعاية مركزة و12 غرفة عمليات على أحدث مستوى، هيبقى قفزة الحقيقة في عالم زراعة الأعضاء، وهيفيد مرضى كتير جدا، هينقذ حياة آلاف وآلاف المرضى على مستوى مصر، ويمكن كمان يخدم الدول العربية المجاورة. طيب.